بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة مؤتمر النهاردة جامعة المنوفية عن السكر وإدارة الحياة مع مرض السكر، بنوجه رسالة لكل جمهورنا في مصر إن إحنا لازم نهتم بالتغذية في مرض السكر، سواء كان تغذية الأطفال أو تغذية الحوامل مع مرض السكر أو تغذية الكبار. نقطة مهمة جدا نحب نقولها لكل المرضى إن مش كل النشويات لها نفس التأثير. الخوف في مرض السكر دايما بيبقى من السكريات اللي هي منقاة زي السكر أو العصائر أو المشروبات الغازية. لو خدنا الفاكهة كتير بأكتر من اللازم أو بصورة عصائر أكتر منها ثمرات الفاكهة، ولكن مش معنى كده إن أنا أحرم مريض السكر إن هو يأكل النشويات المهمة زي العيش اللي فيه الردة، زي القمح الكامل، زي الرز البني أو حتى الرز الموجود عندنا العادي. المهم إن أنا أستخدم دهون حميدة زي زيت الزيتون أو زيت بذر الكتان، لكن أقلل من استخدام الدهون المشبعة أو الدهون المتحولة. ودي حاجة مهمة جدا بالنسبة لمريض السكر، لأن هو بيعاني مع اضطراب مستوى السكر في الدم، بيعاني من اضطراب في الدهون في الدم أو صورة الدهون في الدم. ومن أهم الحاجات اللي هي بتحسن مقاومة الإنسولين ومستوى الدهون في الدم إن أنا أقسم أكلي على وجبات صغيرة متكررة، وأحاول أثبت كمية النشويات في كل وجبة، بمعنى إن أنا أخد كميات متساوية في كل وجبة. ده بيخلي جسمي يتفاعل مع النشويات والكربوهيدرات بصورة أحسن، تقلل من مقاومة الإنسولين بالنسبة لمرض السكر. يبقى مرة تانية بنقول إن الهرم الغذائي القاعدة بتاعته نشويات، يعني معنى كده إن أنا أكتر حاجة في الوجبة بتاعتي بتكون النشويات حتى لو لمريض السكر، والقمة الهرم اللي هي بقلل منها كتير تكون الدهون المشبعة والدهون المتحولة والسكريات اللي هي الأحادية أو العصائر اللي فيها سكر. وأتمنى لكل واحد عنده السكر إن هو يتعامل مع مرضه ويدير حياته بطريقة مرضية، وإن هو يعيش حياة صحية وسعيدة إن شاء الله.